والنظام من جانبه يعربد على كل الجبهات، فهو يعتقل ويعذب ويقول العالم أنا أعذب فأنا موجود. لم يبالغ المعارض البارز الدكتور سعيد الشهابي بوصفه النظام الحاكم في البحرين بأنه يستشعر وجوده من خلال تعذيب المواطنين وانتهاك أعراضهم، حيث انعكس ذلك على المشاركة الشعبية الغير مسبوقة في فعالية انتفاضة الأعراض التي نظمتها مجامع شبابية مستقلة ودعمتها القوى الثورية البارزة كتياري الوفاء والعمل الإسلاميين وحركة حق، إضافة إلى ائتلاف ثورة 14 من فبراير. انتفاضة الأعراض هي امتحان لغيرتنا، هي امتحان لضميرنا وحياة ضميرنا. ولتبارك تلك الأيدي التي ستخرج بإذن الله في هذه الانتفاضة. مراقبون رأوا أن الجماهير البحرانية لم تعر بيانات الجمعيات السياسية أي اهتمام، حيث أصدرت عشرات الحركات الثورية والمناطقية بيانات مؤيدة وداعمة للفعالية. حراك السنابس الثوري نشر سلسلة تغريدات دعا فيها لجعل يوم 14 من أبريل يوما يندم فيه العدو الخليفي وجيوش الاحتلال على جرائمهم بحق الأعراض على حد وصفه. مواطنون في بلدات البلاد القديم ومقابة والدراز بالإضافة إلى عشرات البلدات الأخرى خرجوا في مسيرات رفعوا خلالها شعارات مناوئة للحكم الذي وصفوه بالفاقد للشرعية، معلنين تحديهم الصريح للحكم ولرموزه. قوات النظام عمدت إلى ممارسة العقاب الجماعي عن طريق إغراق الأحياء السكنية في مناطق التظاهرات بوابل من الغازات الخانقة، وهو تكتيك يقول معارضون أنه جاء بنصيحة من المستشار الأمريكي جون تيوني الذي حول الغازات الخانقة إلى أسلحة للفتك والقتل.